كل اللي بيسمعنا دلوقتي وبيشوفنا، اتمنى لحضراتكم جميعا مشاهده جميله للفيلم. انا يعني سعيد ان انا اشتغلت فيه، سيناريو لواحد من اساتذتنا الكبار المرحوم الاستاذ اسامه عمر عكاشه، والاخراج الاستاذ رؤوف عبد العزيز. ودول الحاجتين اللي احنا بنبني عليهم طبعا دايما الفيلم، الارضيه اللي بتقف عليها وهي السيناريو، والجدران اللي انت بتتحرك جواها اللي هي الاخراج. بعد كده بتيجي بقى الزمالات، الزميل الكويس اللي بنحبه بعض الكذا. انا احب طبعا يبقى فيه عنصر للتشويق، لكن الشخصيه دي يعني لما فكرنا فيها بجديه يعني هو بيعطل البطل. البطل بتاعنا اللي احنا بنتوحد معاه هو اياد، وهو بيعطله، بس هتيجي تكتشف ساعات ان هو ما انتش عارف، ما انتش متاكد. احيانا بيبقى اللي بيضربك لمصلحتك ربما، وساعات بيبقى لا بيروقراطي ولاعين وعايز يعني يمشي جنب الحيط. دي احلى حاجه، انا بحب الشخصيات دايما اللي فيها لعب. اول تجربه الاستاذ رؤوف عبد العزيز، وشبع بفنيات الصوره دون ان يكون غرقان فيها، وشفت النتيجه كده، وانا شايف ان هو وحتى اختياراته واللي جاي ان شاء الله في الاعمال هيروح للناحيه الاخراجيه السينمائيه اكتر. العمل ده هتبقى المفتتح. اسامه عمر عكاشه حاجه ثانيه، اسامه عمر عكاشه هو اسامه عمر عكاشه، هو عالم اسامه عمر عكاشه، لانه كان شديد الارتباط باليوم اللي هو الساعه التي تحرك فيها، الجو الثمانيناتي هو ابنه قوي، هو شغله عليه. يعني فاهم ازاي؟ لكن انا بتهيألي ان هو ده برضو بيعمل لك ساعات حنين انك انت عايز تشوف كتابه كويسه والفيلم يكون متقفل كويس، وده عايز صوره حلوه، وده انا ما بشكش بقى فيه خالص، لانه رؤوف قبل ما يكون مخرج هو مدير تصوير. اللي بتلعب دور طليقة او اللي عايزه تطلق من اياد، اول مره اشوفها ففوجئت بيها. قلت لها انا بحب ارتجل بس يعني في الحدود اللي هي ما تضايقش المخرج يعني. قلت لها ما تقولي حاجه حضرتك، ده انا الشخصيه اللي انا بعملها. ما تقولي حاجه حضرتك يا بنت هرام، ما تقولي حاجه حضرتك وانت جامده كده. لا فهي بص يا حبيبي، احنا اشتغلنا مع بعض في فيلم ادرينالين في اول ما جه اياد مصر، وحسيت ان انا من اول شغل ليه وانا حاسس ان هو ده مصر كبير حتى لو كنت شاب صغير. دي يعني انا بحبها من وقت كده لما كانت في ام كلثوم. لما كبرت انا في كتير من الاطفال لما بيكبروا بيطفوا كده، ما تحسش ان هو ما كانش شغلان، لا هي بتصدق وبتروح. مشهد بدايه دخولها المصحه مثلا، وانا ده اللي شفته، لكن أنا اكيد هي من اول زورها هتبقى قويه. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.